السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم صبايا في فيديو جديد على قناة اليوتيوب. ان شاء الله في فيديو اليوم راح اعرض لكم عدة منتجات وصلتني من موقع اسمه نيوتشيك. طبعا ادارة الموقع تواصلت معي وحكولي انه اختار عدة منتجات من موقعهم ويبعثوا لي اياها، واعمل فيديو احكي فيه عن رأيي في هاي المنتجات بعد ما استخدمتها، سلبياتها ايجابياتها جودة هاي المنتجات. طبعا ان شاء الله راح افرجيكم هلا هاي المنتجات واحكي لكم رايي فيها بعد التجربه. ان شاء الله يا رب فيديو اليوم بينال على اعجابكم وبيكون خفيف عليكم، ما راح اطول اكثر من هيك. بتمنى لكم مشاهده ممتعه وتابعوا الفيديو للنهايه. صبايا قبل ما ابدا معكم الفيديو افرجيكم المنتجات اللي طلبتها من الموقع، رح يظهر عندكم على يمين الشاشه الكيو ار كود الخاص بالتطبيق للموقع. طبعا اذا نزلتوا هذا التطبيق على هواتفكم وعملتوا شوبينج عن طريق التطبيق رح تحصلوا على خصم ورح تحصلوا على نقاط معينه تستبدلوها اثناء الدفع لمشترياتكم. طبعا هلا خلوني افرجيكم على السريع الاشياء اللي انا اشتريتها واحكي لكم رايي فيها. طبعا اول شيء طلبت هاي الساعه اللي هي لون بينك، الصراحة صناعتها كثير ممتازة وعجبوني الألوان والرسومات اللي فيها، هيك بتكون على اللبس. طبعا تاني منتج طلبته من عندهم اللي هي هاي المقلمة على شكل علبة حليب، في منها لونين اللون الأزرق واللون الأحمر، عجبتني لانه حسيت انه شكلها غريب فطلبتها لبتول. برضو طلبت صبايا ماسك البازيلا اللي هو ماسك طبيعي. طبعا هذا الماسك بيحتوي على معادن البشرة وفاعليته في انه بيعمل على تبييض البشرة وبرضو بيحد من الافرازات الدهنية، هو مناسب لجميع انواع البشرة وريحته كتير كتير حلوة، بتشبه ريحة زبدة الفول السوداني مش البازيلا نهائيا. طبعا استخدمته كم مرة ويعني شعور حلو لما تشيل الماسك عن البشرة. طبعا طلبت برضو يا صبايا قوالب سيليكون للكيك، طلبت قلبين من السيليكون للكيك بهاي الاحجام اللي انتو شايفينها. طبعا هذا القالب الاول، هاي البروزات بتطلع عندي على الكيك لما استخدمه، هذا من الخلف، وطبعا السيليكون كثير سميك والخامة كثير ممتازة. هاي الشكل الاول اللي انا طلبته وهذا الشكل الثاني. طبعا مثل ما انتم شايفين بيطلع شكل الكيك مثل ما هو طالع عندكم بالصوره على الجهه اليمين في القالبين. طبعا بالاضافه لهاي القوالب طلبت قمع الكريمه، هذا القمع بنستخدمه بنحط ثلاث الوان من الكريمه وفي النهايه بيطلع عندي مزيج من الثلاث الوان. طبعا بنستخدمها لتزيين بالكيك برضه للكب كيك فبطلع مزيج الالوان كثير حلو. ان شاء الله في الايام القادمه راح انزل لكم فيديوهات عن استخدامات هاي، كيف اني راح استخدم لعمل الكيك وبرضه كيف راح استخدم هاي القطعه. طبعا صبايا هي كانت مشترياتي من موقع نيوتشيك، ان شاء الله يا رب بكون عجبكم الفيديو وبتكونوا حبيتوه واستمتعتوا بمشاهدته. راح اترك لكم روابط هاي الاغراض اللي انا طلبتها في الديسكربشن بوكس او صندوق الوصف، وراح اترك لكم رابط الموقع، وإن شاء الله بلقاكم في فيديو آخر. لا تنسوا تدعموا القناة بالاشتراك فيها وتعطوني لايك لهذا الفيديو.